مرة أخرى لملعب يانج أفريكانز وزميلنا محمد توفيق ولقاء مع الكابتن سامي قمصان مدرب النادي الأهلي. تحياتي ليك كابتن ايمن، ضيوفك الكرام، جمهور النادي الاهلي في كل مكان، عقب انتهاء مباراه الاهلي ويانج افريكانز بالتعادل الايجابي 1-1. سعدنا يكون معانا كابتن سامي قمصان المدرب العام للفريق. كابتن سامي، يعني طبقا لسيناريو المباراه وعدد الفرص اللي ضيعناها وان احنا كنا متقدمين يعني والتعادل ومعانا في اخر تقريبا 4 دقائق، فهارد لك النتيجه النهارده، اداء اكثر من رائع، التغييرات كمان اعتقد كان فلسفتكم فيها واضحه جدا وطورت كتير جدا من اداء الفريق. طبعا تحياتي كابتن ايمن وضيوف، وزي ما انت قلت طبعا كنا نامل في ثلاث نقاط ويمكن هو ده اللي سعنا له من خلال بدايه المباراه والتغييرات اللي احنا عملناها، اعتقد كلها كانت هجوميه وكانت كنا عاوزين طبعا نحسم المباراه النهارده وعشان ناكد صدارتنا للمجموعه. يمكن النهارده الحمد لله برضو احنا مصدرين، لكن كان المكسب هيبقى يعني يوديك ابعد شويه، لكن الحمد لله برضو نقول الحمد لله قدر الله ما شاء فعل، النتيجه الى حد ما تعتبر مرضيه، لكن طبعا يظل برضو حته اللي هي برضو اهدار الفرص من الحاجات اللي احنا بنعاني منها الفتره الجايه، نتمنى ان شاء الله نحسنها افضل اكتر الفتره اللي جايه ان شاء الله عشان تقدر تحسم لنا ماتشات كتيره. يعني النهارده التغييرات تعتبر بتغييرتين، ان طاهر النهارده نزل في مركز يعني بقاله فتره كبيره جدا ما لعبش فيه، راس الحرب اعتقد اجاد فيه واعتقد عمل حاله هجوميه جميله جدا وعمل فرص كتير لزمايله، سواء يعني صنع لزمايله او كمان ادهم فرصه ان هم يروحوا على الجون باكتر من كوره. يمكن مش طاهر بس لوحده، النهارده كريم برده بنزل وادانا برده افضليه وكان عنده برده فرصه، ممكن كان لو كان سجلها كان هيبقى برده تغيير موفق اكتر. يعني النهارده عندنا الحمد لله عوده السوليه برده بتدينا ثقل للفرقه، ولاعيب عنده خبرات وعنده قدرات كبيره، فاعتقد الحمد لله النهارده يعني كان مردود كويس بالنسبه للعيبه. يعني بشكرهم طبعا على الجهد ده، انت شايف درجه الحراره عامله ازاي والرطوبه عاليه ازاي، يمكن احنا بنعاني منها واحنا بره يعني، فما بالك هم في الملعب، يعني جهد بدني غير طبيعي يعني مع فرقه طبعا منظمه جدا وفرقه تكتيكيا اعتقد فرقه مميزه يعني، لكن الحمد لله النهارده اتمنى ان شاء الله بس الماتش الجاي ان شاء الله نقدر نحسمه ونقدر ان شاء الله يبقى حظوظنا افضل ان شاء الله. يعني اصابه محمد عبد المنعم في مران الامس، النهارده كمان اصابه ياسر ابراهيم في اخر دقائق المباراه، يعني طمنا عليهم واعتقد اصابتين في خط الدفاع يبقى يعني ان شاء الله يكونوا بسيطه ويرجعوا بسرعه جدا، بس يعني طمنا برضو عليهم خاصه ان هم في نفس الخط في خط الدفاع ولاعبين مهمين جدا. يمكن طبعا زي ما انت قلت افتقدنا النهارده منعم، عنده كدمه في انكر رجله يعني ان شاء الله تبقى بسيطه ان شاء الله يعني خلال الفتره اللي جايه دي ان شاء الله يخش معانا تاني، لكن اكرر زي ما كل مره بنقول ان الراجل دايما عنده ثقه في كل اللعيبه الموجوده. النهارده رامي وياسر بيعملوا ماتش كبير جدا، يعني لعيبه كبار عندها خبرات كبيره، يمكن ياسر النهارده في اخر الماتش حصل له بس كدمه بسيطه في ركبته مع احتكاك مع الشناوي يعني، لكن فضلنا طبعا ان خصوصا في اخر ماتش ديت اللي انت برده ما تعملش ريسك يعني، لكن بشكره وبشكر كل لعيبه النهارده، هاني ومعلول ومروان وديانج، كل اللعيبه النهارده اللي لعبت وقاتلت النهارده بشكرهم طبعا، لكن اتمنى ان شاء الله يكون التوفيق معانا ان شاء الله الماتش الجاي باذن الله رب العالمين. اعتقد الماتش الجاي كمان زي ما حضرتك ذكرت في منتهى الاهميه، خاصه مع نتيجه الامس وفوز ميديام على شباب بوليسداد وتعادلنا النهارده، شايف موقف المجموعه ازاي واهميه الماتش الجاي ان شاء الله؟ يعني احنا دايما بنفكر في نفسنا، يعني احنا مهم جدا ان احنا طبعا كل الماتشات اللي عرضنا ان احنا نحسمها، يمكن الحمد لله بداناها بثلاث نقاط مهمه والنهارده الحمد لله بنحقق نقطه، يمكن كنا بكرر تاني ان احنا كنا نامل طبعا كنا كل تفكيرنا ان احنا نكسب ثلاث نقاط، لكن النهارده الحمد لله نقطه بتدي لك تصدر مجموعه ودي حاجه برده من الحاجات الايجابيه، يعني ان شاء الله الماتش الجاي نقدر نحسمه ان شاء الله ونبقى اعتقد يعني هيبقى عندنا فرصه كبيره جدا يعني لو احنا حسمنا المباراه الجايه. شكرا كابتن سامي، اتمنى لكم التوفيق باذن الله. شكرا. كابتن ايمن دقق لقائنا مع كابتن سامي قمصان المدرب العام لفريق النادي الاهلي، يا رب دايما النادي الاهلي موفق ويا رب دايما يفضل في المقدمه. كلمه كابتن ايمن اتفضل.